التأكيد على جودة العلاقات المغربية النيجيرية والتئام لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين محور مباحثة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية. كان اللقاء جد متميز مع السيدة كاتبة الدولة بوزارة الخارجية بدولة نيجيريا. كان فرصة للتأكيد على جودة العلاقات التي تربطنا تربط البلدين والتي تتجلى في العلاقة المتميزة التي تربط فخامة الرئيس محمد بوهاري وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي يعني تشمل عدة مجالات بما فيها المجال الاقتصادي، أيضا مجالات التعاون في الجانب الأمني على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. المسؤولتان بحثتا سبل تطوير العلاقات الثنائية لا سيما بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا، كما تدارستا سبل إحداث لجنة مشتركة لتتبع الاتفاقيات التي وقعت على هامش الزيارة الملكية. I am very happy to be here today. I feel it's an honor to come to the Foreign Ministry. سعيدة جدا بالتواجد في المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة لبحث المشاكل التي تواجه القارة الإفريقية في المجال، إلى جانب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب ونيجيريا خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا. وبالتالي فهذه المباحثات ركزت بالأساس على سبل انعقاد لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات. هذه المباحثات تأتي على هامش مشاركة المسؤولة النيجيرية بأشغال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة الذي انعقد الثلاثاء الماضي بالرباط.